أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم.
ولا
فتكونوا من المشركين. ايوه كده اللي
وما آتيتم من زكاة تريد
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كفر فعليه كفره
ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا. علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا أصاب به من يشاء من عباده
تعالى أوضوا إلى رحمة الله. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت تهدي العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء الله.